السلام عليكم من قناة الأخبارية السورية، أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وبالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد، أقامت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مهرجان منتجات مشاريع النساء الريفيات في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق. تقرير رنا حسن. تحت شعار النساء الريفيات شركات في التنمية، افتتحت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مهرجان منتجات مشاريع النساء الريفيات برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وبالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق. هلا نحن راح نورجيكم عينة من مشاريعنا، لكن هي العينة كلكم بحاجة لدعم منكم إذا سمحت. نحن جاهزين، واليوم في عنا خطة كبيرة ما عنا أهم من هالمشاريع الصغيرة هي، وهذا اهتمام السيد رئيس بشار الأسد بالمشاريع الصغيرة وبالمرأة الريفية أن نأملها كل متطلباتها. ونحن اليوم وجودنا بيناتكم لحتى فعلا هو بتوجيه كريم السيد رئيس لحتى نشوف شو ممكن، شو هي مطالبكم وشو ممكن نحن نطور هالعمل اللي عم تقوموا فيه. تمام. فأنا اللي بدي لكم يا أي شيء باتجاه هذا، وهي السادة الوزراء معي أربع زملائنا الوزراء الأربعة المعنيين بالإنتاج والتسويق والدعم، شو المطلوب؟ واليوم مشاريع الصغيرة والمتناهية الصغار والمشاريع المرأة الريفية ومشاريع الريف السوري هي من اهتمام العمل الحكومي بنقاط أولى. المهرجان الذي سيستمر 5 أيام يشكل انطلاقة لسلسلة الأسواق الدائمة لمنتجات مشاريع النساء الريفيات التي ستقيمها الوزارة في المحافظات كافة، ويأتي استكمالا للبرامج التنموية للنساء الريفيات والتي يأتي في مقدمتها برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية عن طريق منحها قروضاً ميسرة لتأسيس مشاريع مولدة للدخل. كان هذا المهرجان للتعريف بمنتجات المرأة الريفية والترويج لهذه المنتجات لوصولاً إلى تنفيذ التوجه الحكومي بإنشاء مراكز بيع ثابتة في كل محافظة لمنتجات المرأة الريفية، وقد بدأنا في محافظة اللاذقية من خلال موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على رصد مبلغ 200 مليون ليرة سورية لإنشاء مركز. وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستعمل بشكل فوري حسب توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء على شراء المنتجات من الأخوات العاملات كل في قطاعه وتسويقها مباشرة عبر صالات السورية للتجارة. اليوم بهي التظاهرة اللي عم تظهر فيها جهود المرأة الريفية وعم تظهر فيها جهود الدعم الحكومي إلها لحتى تقدر تكون أكثر قدرة على إعالة نفسها وإعالة عائلتها، وعم نشوف نحن بالمشاريع المتناهية الصغر حل فعلا للواقع الاقتصادي اللي ممكن أنه تعاني منه الأسرة السورية، وبشكل بتضل محافظة على كرامتها وعلى إنتاجيتها. أكثر من 200 عارضة من جميع المحافظات السورية شاركت بالمهرجان، تنوعت مشاريعهن بين إنتاج الألبان والأجبان والنباتات الطبية والعطرية والحرير الطبيعي وغيرها من المنتجات المصنعة والمتنوعة، إضافة إلى مجموعة من مشاريع الصناعات اليدوية. نحن من محافظة حماة، حبينا نشارك هون بالبلد ونستفاد ونفيد. مشاركة بالمعرض بالجلديات وبشتغل بالحرير. نحن عبارة مشاركتنا بتدل أنه نحن بعدنا صامدين ومستمرين جايين من طرطوس لهون لنمثل أنه المرأة كمان عم تشتغل عم تدافع عن الوطن بمكان اللي هي موجودة فيه. أنا بشتغل بالأعمال الخشبية، بشتغل طبعا مساعدة زوجي كمان، وفي شغلات متوالف الخشب يعني بشتغلها ومتوالف البيئة. مشاركتي أعمال زيتية وأعمال مائية، والمعرض خاص بالمرأة الريفية اللي نحن بنعتز بكل أعمال اليدوية وأعمال الفنية اللي راقي فيها بكل شيء. المعرض مميز لنساء مكافحات داخل بيوتها ما حدا بيعرف عنها شيء، فلذلك المعرض بيبرز يعني تعب المرأة، بيعطيها حافز انه تشوف كل العالم شو عم تشتغل وشو عم تتعب، لانه المرأة لازم تندعم بكل مجالاتها والناس اللي حواليها يدعموها نفسيا ومعنويا. هي رسالة للعالم اجمع عن قوة وقدرة المرأة السورية ودورها في العملية التنموية وإبراز مشاركتها في الإنتاج والعمل بالشكل المهني والحرفي.
عقد في مبنى وزارة الكهرباء بدمشق اجتماعا تنسيقيا ضم وزيري الكهرباء والموارد المائية بحضور مدراء شركات الكهرباء ومؤسسات المياه في المحافظات بهدف بحث المشاريع الحالية والمستقبلية لمواجهة الطلب على المياه والعمل على تذليل العقبات العالقة في سبيل إيصال المياه للمواطنين خاصة مع اقتراب فصل الصيف. تقرير سراب الهواء. عقد في وزارة الكهرباء اجتماعا تنسيقيا ضم وزيري الكهرباء المهندس محمد زهير خربطلي والموارد المائية المهندس نبيل الحسن ومدراء شركات الكهرباء ومؤسسات المياه في المحافظات، وذلك بهدف التعاون المشترك والمستمر بين الوزارتين ودراسة واقع المشاريع الحالية والمستقبلية لمواجهة الطلب على المياه خاصة مع قدوم فصل الصيف، من خلال توحيد برامج التغذية الكهربائية بما يتناسب مع برامج ضخ المياه. كان اجتماع إيجابي بامتياز ما بين وزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية، تم بحث كل المشاريع الحالية والمستقبلية من أجل تأمين مياه الشرب بشكل عام للأخوة المواطنين وبشكل خاص خلال فصل الصيف. الحقيقة بلغت المشاريع يلي رح ننفذها هلأ مشتركة مع وزارة الموارد المائية بلغت حوالي 1 مليار ليرة سوري، سيتم رصد اعتماد المبلغ من أجل تنفيذ هذه المشاريع. طبعا هناك مشاريع تم البدء فيها وهناك مشاريع تم دراستها وهناك مشاريع أيضا في نهاياتها وهناك مشاريع سيتم المباشرة فيها بإذن الله في القريب العاجل. حقيقة الاجتماع كان جيد ومريح، ولا وشاهدنا أن التنسيق لا ينسحب فقط على الوزارتين في المراكز القيادة، ولكن كان منسجما بين كل مدراء العامين على مستوى القطر العربي السوري. هذا التنسيق إن شاء الله سينعكس إيجابا في تزويد المياه الأخوة المواطنين خلال فترة الصيف. الاجتماع تخلله مداخلات من قبل مدراء الوزارتين بهدف تذليل العقبات العالقة في سبيل إيصال مياه الشرب للمواطنين. في تنسيق مستمر بين مؤسسة مياه الفيجة وشركة كهرباء دمشق على مدار الساعة، وتبلور هذا الموضوع خلال أزمة المياه اللي مرت فيها مدينة دمشق بالفترة الماضية، واستطعنا بالتنسيق المباشر تأمين الكهرباء مع ضخ المياه من خلال الآبار اللي كانت موجودة وتأمين اللازم للإخوة المواطنين. هلأ الموضوع تحسن كتير كبير وفي مشاريع مشتركة بيننا وبين مؤسسات المياه لدراسة مخارج وتنفيذ مخارج خاصة لمضخات المياه. باللاذقية نحن عندنا مشكلة عمليا في مساحات واسعة وخطوط طويلة، فبالتالي عم تطلب مؤسسة مياه اللاذقية إعفاء بعض مضخات مياه الشرب من التقنين، ويجري عمل حاليا على إنشاء مخارج خاصة بهذا الخصوص. تم عرض بالاجتماع ديون مترتبة على مؤسسات المياه ووزارة الموارد المائية بشكل عام، إضافي لكيفية الارتقاء بالخدمات المقدمة بالشكل الأفضل، وكان هناك حقيقة لمسات إيجابية من السادة الوزراء والتوجيه بإذلال كافة الصعوبات والعوائق التي تواجه عملنا من وخصوصا بتنفيذ مخارج مستقلة لمحطات المياه الرئيسية وفق الأولويات المتاحة. تم في هذا الاجتماع اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة جدا التي كنا نطمح لها كمدراء بتحسين واقع الكهرباء الذي ينعكس بالتأكيد على ضخ المياه وإيصال المياه للأخوة المواطنين بأفضل حال مع حلول الصيف الحالي. كما تضمن الاجتماع التنسيقي بين الوزارتين عرضا بحث قيمة الاستطاعة التي يتم تغذيتها لمحطات المياه بالمحافظات ومناقشة الديون المترتبة على وزارة الموارد المائية. بحث وزير الصحة الدكتور نزار يازجي مع وفد منظمة ميرسي الماليزي واقع القطاع الصحي في سوريا وإمكانية المساعدة في مجالات تأمين بعض الأصناف الدوائية وتجهيزات الطبية وترميم المؤسسات الصحية المتضررة. يازجي أكد استمرار توفير الخدمات العلاجية والوقائية مجانا لجميع المواطنين رغم الظروف الراهنة المتمثلة بخروج عشرات المؤسسات الصحية جراء الاعتداءات الإرهابية، داعيا الوفد للمساهمة في رفع الحصار الاقتصادي عن الشعب السوري والذي يؤثر سلبا على القطاع الصحي. بدوره أوضح رئيس الوفد في المنظمة أن الهدف من الزيارة الاطلاع على الواقع الصحي وتقييم الاحتياجات ودراسة إمكانيات المساعدة. أحد الجمعيات الماليزية اللي هي اجت إلى سوريا
تطلع على الوضع الراهن وتشوف انه سوريا دائما هي الصمود وهي بخير دائم. وطلبوا انه هن يقدموا بعض المساعدات اما الدوائيه او التجهيزات او بعض المراكز لاعاده اعمارها، ونحن اعطيناهم حسب الاولويات اللازمه لهالوزاره، وطلبوا زياره احد المشافي فنحن وجهناهم الى مشفى الهلال الاحمر. لقد جئنا بهدف التعرف على ما يحتاجه القطاع الصحي وكيف يمكن ان نساعد في رفع المعاناه عن الشعب السوري، ونحن الان نتعرف على الاحتياجات التي على اساسها يتم اقامه المشاريع. أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن مصر ستسدد 750 مليون دولار من مديونيات الشركات الأجنبية في أول حزيران، وتبلغ ديون مصر المستحقة لشركات النفط والغاز العالمية نحو 3.5 مليار دولار، حيث أكد عامر أن مصر تلقت استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار في 6 أشهر الأخيرة من 150 صندوقا استثماريا عالميا، وهذا لم يحدث في 10 سنوات. أكدت شركة إيكا لصناعة الأثاث أنها ستمنح 1300 فرصة عمل جديدة في بريطانيا عن طريق فتح متاجر جديدة في شيلفيد شمال إنجلترا، وبيّنت الشركة أن الوظائف الجديدة ستزيد القوة العاملة لها في بريطانيا وأيرلندا إلى نحو 11700 موظف. انتقالا مشاهدينا إلى أسعار العملات، بحسب النشرة الرئيسية للمصرف المركزي، الدولار في شركات الصرافة 517 ليرة و42 قرشا، أما اليورو 568 ليرة و85 قرشا. في أسواق الذهب العالمية، أونصة الذهب عالميا سجلت 1234 دولار و81 سنتا، محليا 18700 ليرة العيار 21، 16029 ليرة العيار 18. أما في أسواق النفط العالمية، خام برنت سجل 52 دولار و7 سنتات للبرميل، الخام الأمريكي 49 دولار و9 سنتات للبرميل. مشاهدينا، هذا كان كل ما لدينا في الاقتصاد.